اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم مرة اخرى في فيديو جديد كالعادة، دائما مع المنتوجات والابتكارات الجديدة لتنظيم وتنظيف منزلك بكل سهولة، وايضا لتوفير راحتك اليومية. فاكيد الى شاهدتوا هذا الفيديو غادي تاخذوا منه افكار وحيل ايضا لاستغلال المساحات الاضافية. وكيف العادة كنتمنى لأول مرة كيشاهد قناتي من خلال هذا الفيديو، كنتمنى أنكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. وكذلك ما تنساوش تحطوا لي اللايك باش يقدر الفيديو يطلع ويتشاف، وهكا كدعموني وتشجعوني باش نبحث لكم على جديد المنتوجات. كما كتشاهدوا معايا هنا عندنا هاد الفرشة او الشيتة اللي كتثبت على الحوض، هكا كتسهل عليك انك تغسلي الاواني كتكون صعيبة. كذلك عندنا هاد الطبيلة الرائعة اللي كتجر في اي بلاصة بغيتيها. ايضا شاهدوا معايا هاد المنتوج الرائع اللي هاد التواليت خرجت جديدة، كذلك كتخدم تيليكوموند للناس اللي كيكونوا كيساعدوا الناس اللي كيكونوا مرادين او اللي كبارين في السن. فهاد المنتوج رائع ويستحق ان ناخذوه للناس اللي عزازين علينا. كذلك هنايا عندنا هاد المنتوج اللي كيحضر لينا هاد الشاي او البابونج بطريقه سهله وبسيطه. ايضا عندنا هاد الغساله اللي كتخدم بواحد الشكل يدوي، فيها ايضا منشفه، فهي كتخدم بواحد الشكل رائع كما كتشاهدوا، فما عندهاش واحد ليسباس هو اللي كبير، ف كتاخذوها ملي كتكونوا خارجين او ملي كتكونوا مسافرين. كذلك شوفوا هاد الساعه الرائعة المبهرة اللي بالشكل ديالها شكل طاووس. كذلك عندنا هذا المنشار الرائع اللي كتنشروا وتوضعوا فيه هذه السلة اللي كتوضعوا فيه الملابس وغير ذلك. ايضا عندنا هذا الطبية اللي كتقطيها على حسب الزوقة اللي بغيتيها، اللي كتحط في المدخل ديال الباب كتعطي واحد المنظر رائع. وندوزوا للمطبخ، هنا عندنا الملصقات ديال المطبخ، الملصقات اللي دار ضجة رائعة في البيع ديالها، اللي وفرت لينا وبدلت لينا الديكور ديال المطبخ واللي سهلت علينا بالتنظيف ديال المطبخ، كذلك اللي كتلصق في البوطاجي وكذلك في الحيوط. وايضا ما نساوش المنتوجات ديال الطبخ السريعه، فهي وفرت لنا الوقت الكافي بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الوقت ضيق. كذلك شوفوا معايا هاد الفرشات سهله وبسيطه في الاستعمال ديالها وايضا في الغسل ديالها كما كتشاهدوا معايا. وايضا عندنا هاد المنتوج المنظم الرائع اللي كينظم لنا الكميه ديال الطباسه اللي كتكون متراكمه فوق لافابو. وما نساوش هاد المنتوج كذلك الرائع اللي هو على شكل بانيو، فيه واحد الفتحه هكذا كيهبط منها الماء، كذلك اللي غسل الخضر والفواكه كما كتشاهدوا، وتوصلوا تقدروا توصلوا فيه حتى الاواني. كذلك شوفوا هاد المقله الكيوت الزوينه كما كتشاهدوا معايا، فهي ليها جودة رائعة اللي ما كتلصقش نهائيا كما كتشاهدوا معنا، البيض ما لصقش كاع في المقلاة. كذلك هاد الفرشات منتوجات لي مبتكرة اللي تستاهل اننا نتعرفوا عليها وناخدوها للمنازل ديالنا، وايضا كتعرفوا حتى الطريقة الصحيحة كيفاش كتستعمل. كما كتشوفوا معايا هاد المنتوج حتى هو رائع للناس اللي كيصوبوا هكذا العجائن، فهو مكرونة او ليبات وغير ذلك، فشي حاجة اللي هي روعة والاستعمال ديالها بسيط وسهل. كذلك هنايا عندنا هاد السيليكون اللي شبيكات كيتوضعوا في هكذا في القرقره ديال لافابو هكذا، باش كميه ديال الاوساخ كتبقى عالقه فيه باش ما يتخنقناش لافابو. كما كتشوفوا معايا هنا ايضا منظم ديال التوابل اللي كيجمع لك كاع القرع ديال التوابل، وكذلك عندنا واحد المجيره توضعي فيه الاشياء اخرى مثل العطريه واعشاب. كذلك هنايا عندنا هاد المسند الرائع اللي كيتكاو عليه الناس اللي كيكونوا هكا كيكتبوا او كيحفظوا. كذلك هنا عندنا هاد السيليكون اللي كتحكي هكا فيه رجيلات ايضا، فهو جد رائع. ما نساوش هاد المنتوج الرائع اللي هو كذلك واحد ضجة في البيع ديالو، فهو كما كتشاهدوا معايا كان سرير وكذلك ولا كانابي اللي جد مريح للناس اللي مرادين كذلك، والناس كذلك اللي صحاحين، فهو عملي جدا. كذلك هنا طريقة صحيحة باش تقدري تلبسي السبرديلة او الصباط اللي كتكون صعيبة باش تلبسيها. ايضا انتقلوا لهاد الشيتة الرائعة اللي كتحك بواحد السهولة
واللي كتصب لك ايضا. كذلك هنا عندنا منظم ديال الملاعق وديال الفرشات وغير ذلك. كذلك هنا عندنا هاد المنتوجات ديال السيليكون اللي كيمنع انكم تكونوا كتجروا الكرسي ما يديرش واحد الصوت كما كتشاهدوا معايا، فهو سهل الاستعمال. وايضا هنا عندنا واحد المسبانه اللي جد رائعه اللي كتخدم بالكهرباء واللي على شكل سطل، فهي جد مذهله في الاستعمال ديالها. وايضا ما كتاخذش واحد المساحه. منتوجات اللي كتستحق اننا ناخذوها وتكون في المنازل ديالنا، كتسهل علينا الحياه اليوميه وفرت لينا بزاف ديال الوقت، وحنا كندوزو واحد الوقت اللي هو طويل وبزاف سيغتو كتكون في المطبخ. كذلك هنا عندنا هاد القباطات اللي قباطات مريحه واللي كتحمينا من الحراره. كذلك هنا ايضا عندنا هاد المنتوجات اللي كتعلق هكذا الكراطه او الشطابه او الفوطه وغير ذلك، منتوجات اللي كتستاهل اننا نتعرف عليها كما قلت لكم. وهاد المنتوجات راهم متوفرين دائما، الناس كيسولوني عليهم فين نقدروا نلقاوهم، فاي فيديو انا كنحط لكم فعليكم انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر كتعرفوا شنو غادي تلقاو هاد المنتوجات فين. فهم متوفرين كما قلت لكم جميع الدول، سيغتو حنا عندنا هنا في المغرب دابا متوفرين بهاد المنتوجات كاملين. حطوا لي تعليق وانا ننزل لكم الرابط ديال الصفحه. كما كتشوفوا معايا هنايا هاد المنتوج شفناه قبل بزاف ديال الفيديوهات ديال الشخصيات اللي تفريغ الهواء، كيعطينا واحد المساحه اضافيه للماريو ديالنا. وكذلك شوفوا هاد المنتوج معايا، منتوج جد هائل جد عملي لتعقيم الخضر والفواكه واللحم كذلك و السمك وغير ذلك، منتوج اللي جد مذهل. كذلك هنايا عندنا هاد المنظمات اللي على شكل مربعات اللي تقدري ديريهم فيهم الجوارب او الشال شي حاجه شي تويشات اللي تيكونوا هكذا صغيرين كينظم لك هكذا المجير ديالك. كذلك هنا عندنا منتوجات اللي على شكل صندوق اللي يمكن لك توضعيها هكا الاواني او غير ذلك. حنايا كنقترحوا عليكم منتوجات والمنظمات وانتم لكم الاختيار، كذلك انه كيتطوى وما كياخذش واحد المساحه اللي هي كبيره، هذا هو الاهم وهذا هو الاساس بهاد المنتوجات اللي خرجت جديده، انها ما كتاخذش مساحات اللي هي كبيره. كما كتشاهدوا معايا هنا ايضا عندنا هاد الصندوق ديال لاكوبيل اللي كيلصق في جنب البوطاجي. ايضا شوفوا معايا هاد جد عملي، هاد الورق اللي يتحط هكا وكيلصق فوق لاهوط هكا كيسمع لينا هذاك الشيء كامل ديال الليدام والهواء اللي كيكون ملوث. كذلك هنايا عندنا هاد السلم الرائع اللي كيمكن لك انك توصلي الاماكن اللي كتكون بعيده عليك. ايضا هذه مجموعه ديال المنشار اللي كتديري توضعي هكا فيه الحويجات والصبابط والملايات وغير ذلك، فهو جد عملي. وايضا هنا عندنا هاد الصندوق الرائعه اللي كتخدم بالكود، يمكن لكم تخبوا فيها هكذا الفلوس او شيء الورق اللي كيكونوا مهمين. ايضا شوفوا معايا هنايا هاد اللاصقات اللي كيتلصقوا في جوانب ديال الباب هكذا، كتلصقي فيه الريدو وهكذا كيتثبت لك بواحد الشكل رهيب ما كيتحيد بواحد السهوله. كذلك هنا عندنا هاد البلطوفه او على شكل صنداله اللي رائعه ومريحه كما كتشاهدوا معايا. ننتقلوا للمطبخ، حنا عندنا هاد الشبيكات اللي هما عمليين بزاف واللي كيساعدوا السيده باش توفر ليها الوقت الكافي واللي تسرع في الطبخ ديالها. فهذا يعني المبشره ديال مجموعه ديال الخضر والفواكه. كذلك عندها واحد البانيو صغير يمكن لك توصلي فيه حتى الخضر والفواكه. هنا عندنا هاد الوساده اللي جد مريحه وعندها واحد جويها اللي يمكن لك تخشي فيها اليد كما كتشاهدوا معايا. ندخلوا هنا الحمام، عندنا هاد الفرشات او الشيتا اللي كتحكي بها السبرديلات وكتوصل الاماكن اللي يمكن لك تكون صعيبه عليك باش توصل، فهي شيتا جد عمليه كما كتشاهدوا معها، استعمالها ايضا سهل. كذلك هنا عندنا هاد الفرشات اللي كتوضعي فيها السائل ديال التنظيف
وكما كتشاهدوا معايا كتشد وكتصبني بها الحويجات ديالك او الأحذية كذلك، فحويجات لي زوينين وخا هما بساطين ولكن عندهم واحد المنافع كثيرة لهكذا المنزل. أيضا هذا عندنا جهاز أو أجهزة، مجموعة ديال الأجهزة اللي لا استغناء عليها في المطبخ ديالنا اللي كتسرع لنا في تحضير الأكل. وندوزو هنايا عندنا هاد الملاية أو الكوفرلي اللي جد مريح واللي تا هو دار ضجة في البيع ديالو. كذلك هنا عندنا هاد الغسالة اللي كتلصق هكذا في لافابو، كتصبن لك حتى الحويجات، كتوضعيها فيما بغيتي، سواء لافابو كيغسلو لك الأواني أو في سطيل أو في بانيو كيغسلو لك هكا الحويجات اللي تيكونو بساطين. كذلك هنا مجموعة ديال المنظمات اللي كتحط تحت لافابو كتجمع لك الكركبة. كذلك هنايا فرشات اللي كتغسل لك الاواني. وعلى العموم كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تبخلوش على اختكم باللايك واشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله. وكذلك ما تنساوش بارطاج مع الاهل والاصدقاء، وتلقاو فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.